برجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا النهارده محتاجين ان احنا الحقيقه نتناقش في العديد من الموضوعات الخاصه وبالتنميه بشكل عام وبالشباب بشكل خاص. الشباب في المرحله الجامعيه هي المرحله اللي بيتم تاهيله فيها للالتحاق بسوق العمل، وفي ظل المشكلات اللي بيشوفها بنلاقي ان شباب كتير جدا عنده تساؤلات كثيره جدا. هل طبيعه المواد الدراسيه اللي بيدرسوها هي اللي بتتناسب مع طبيعه سوق العمل؟ هل بعد ما يتخرج من الجامعه هيلاقي فرصه ووظيفه بشكل يعني سريع ويقدر من خلالها يحقق طموحاته ويحقق احتياجاته في المجتمع؟ طيب دور الجامعه هل بيقتصر فقط على تقديم الماده العلميه للدراسه بالنسبه للطالب، ولا بتشارك في هذا الموضوع في تنميه القدرات، في المشاركه في سوق العمل واتاحه الفرصه بالنسبه لهؤلاء الشباب؟ النهارده هنتكلم عن نموذج من النماذج الخاصه بالجامعات المصريه وتحديدا جامعه دمنهور. خلونا نتعرف على الجديد اللي بيتم تقديمه بالنسبه للشباب، وكمان دور المراكز البحثيه التابعه للجامعه في تنميه المجتمع. واسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي بشرفني، برحب بالاستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا في مصر جميله. اهلا بمسبيرو، اهلا بك فندم. اهلا بحضرتك دكتور. حضرتك اساسا يعني كليه طب بيطري، وحضرتك كنت كمان متخصص في الرقابه الصحيه على اللحوم ومنتجاتها وسلامه الغذاء في كليه طب بيطري، يعني العديد من الاتجاهات. لكن خليني ابدا مع حضرتك مع الشباب في الجامعات المصريه. هل حضرتك نقدر نقول ان اختلف فكر الجامعه في التعامل مع الشباب، وخصوصا في الفترة الأخيرة بعد الظروف الكثيرة اللي مرينا فيها، هل اختلف فكر الجامعة في التعامل مع الشباب عما سبق؟ في البداية بس خلينا أقول للشعب المصري كل سنة هم طيبين. المسلمين بمناسبة حلول قرب حلول شهر رمضان مبارك، أعاد الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، والأخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم. وخلينا أقول كمان كل سنة وأنتم طيبين للشعب المصري بمناسبة يوم الحصاد اللي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول كمان للشعب المصري مبروك عليكم عودة الدولة التنموية. ومن هذا المنطلق لأن كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق على هذا العام عام الشباب عام 2016. ومن هذا المنطلق بدأت منذ أن شرفت بتولية رئاسة جامعة دمنهور بكرامة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أنا أطلق مقولة: لا مكانة لأمة أهدرت طاقات شبابها. لا مكانة لأمة أهدرت طاقات شبابها. ومن هذا المنطلق حرصت أن يكون أنا أشوف سوق العمل عايز إيه، مصر محتاجة إيه، وبدأت أشتغل ليه. عشان كده قلت لا، إحنا كفاية علينا تعليم تقليدي، إحنا ما عدناش عايزين طالب حافظ، لأن هحكي لحضرتك تجربتين واقعيتين على الحفظ. النهاردة العالم كله بيتجه يعني من 200 وحوالي 50 سنة في عالم اسمه بلوم، ده عمل ثلاث سلالم: سلم للمعرفة، وسلم مهاري، وسلم وجداني. لأن النهاردة عايزين نقول تعلم مش نقول تعليم. بس خلينا أحكي لحضرتك الأول قصتين حقيقيتين عشان نستفيد منهم، لأن دي دروس مستفادة. لأن لازم نعترف إن عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، ونحلها إزاي لازم نقول حلها إزاي. فخلينا نقول في إحدى الجامعات المصرية، جامعة كانت مشاهدة على أحد الأستراس وبها كل كافة الأجهزة والمعامل والآخره، وستاف هايل جدا جدا. وتم في فتره من حوالي بتاع 10 سنين، وطبعا عملوا يوم تخرج للخريجين في الجامعه، وتم دعوه السيد معالي رئيس وزراء معالي وزير التعليم العالي ورئيس الجامعه والقاده التنفيذيين للمحافظه، وحضر الكل، وقام كل طالب الاول على دفعته اللي هيتعين معيد في كل كليه يقول كلمه. فكل طالب قام: انا المعامل عندي كويسه، والقاعات كويسه، واساتذتي كويسين، وانا تمام، والحياه ورديه. كل طالب حد خمس ست طلبه من كل طالب كليه، من كل كليه طالب. فجاء طالب بتاع كليه هندسه راح قايل كده بالنص كده: منك ليه يا وزير التعليم العالي، منك ليه يا رئيس الجامعه. قال لك ايه ده، جن ده ولا ايه، جرى له الطالب ده، ايه اللي جرى له؟ منكم ليه يا اساتذتي، انا المهندس الفاشل اللي هيبني البرج ويقع اللي فيه، انا المهندس الفاشل اللي هيبني الكوبري ويقع باللي فيه، وهكذا. تاني يقول حاجات على التخصص بتاعه. قال لهم: انا عشان معذرتي، انا اعطاني ربنا اعطاني نعمه الحفظ، فكنت بحفظ واجيب الدرجه النهائيه واطلع الاول، لكن لم اكتسب مهاره او خبره. ومن هنا نبدا الحديث. ايه اللي حصل؟ وزير التعليم العالي راح مسقف له.
يكفي لان يعني هو حطيته على المشكله. لا ويكفي صدقه مع نفسه، يعني ده شيء مهم جدا كمان. طالب تاني لان احنا عايزين حاجتين دلوقتي عشان نطور التعليم، لان النهارده التعليم هو المسؤول عن التطوير والتنميه لكل شعوب العالم مش مصر بس. نشوف الطالب التاني بقى، لان احنا عايزين نركز في التعليم على التعليم ما قبل الجامعي والجامعي. تمام. لان ما ينفعش نبني على 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 شيء مش سليم. صحيح. طالب الثانويه العامه جاب الدرجه النهائيه، طبعا كان في مدرسته ودروسه والاخره، جاب الدرجه النهائيه ودخل كليه الطب اللي اهله ومعظم الاهل يقول لك انا عايز كليه الطب. دخل كليه الطب، قعد سنتين، بعد سنتين طبعا لم يوفق لان كان متعلم بطريقه الحفظ والتلقين، فشل في الكليه. فالسنه طبعا سنتين في اول سنه لو ما وفقش بيفصل. ثالث سنه الاستاذ بتاعه اللي كان بيشرح له في الثانويه العامه اللي كان بيديله درس بقى اللي كان بيلقنه، بيقول له انت اخبارك انت في سنه ثالثه دلوقتي؟ قال له انت عايز اقول لك اخبار ايه؟ راح جايب ازازه ميه مليانه، وراح جايب قطعه سفنجه، وراح جايب ازازه الميه مفضعه على السفنجه. صحيح. وراح جاي شربتها كلها، راح جاي عصير حطها لقدامه. قال له هو انا حالي دلوقتي؟ انت حفظتني، جيت في الامتحان رجعت اللي انا حفظته او خلاص حطيت وخلاص ما عادش حاجه، لا عندي لا خبره ولا مهاره. ومن هذا الاساس لو احنا عايزين نطور التعليم لازم نركز على التعليم ما قبل الجامعي عشان نقدر نعمل تعليم جامعي متميز وطلع خريج متميز يقدر يلبي احتياجات سوق العمل. هو مش بس في المرحله الثانويه، هو لا انا المفروض ابدا من الكيجي وان، يعني ده اساسي. انا اقول لحضرتك احكي لحضرتك تجارب الدول الخارجيه دلوقتي، بس خلينا نكمل حضرتك الجزئيه دي الاول. عندنا العالم اسمه بلوم عمل زي ما قلت لحضرتك ثلاث سلالم، سلم للتعلم، سلم تعلم للمعرفه، سلم مهاري، سلم وجداني. هناخد سلم واحد منهم دلوقتي عشان الوقت. هناخد سلم المعرفه. اول درجه هو ست، عباره عن ست درجات. السلم ده ست كام؟ ست درجات. اول درجه فيه اللي هو الحفظ اللي هو ريمبرنج، وده احنا مش عايزينه، كفايه انا حفظ خلاص خلص، لا عايزينه لا في الحضانه ولا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا جامعه، خلاص كفايه انا كده. لان حركه لحضرتك قصتين حقيقيتين نتيجه بس سريعا عشان نلحق طبعًا. بس نكمل اللي بعده ان الطالب يفهم، ولما يفهم هيطبق، ولما يطبق هيحلل، هيعرف فين الخطا هيصلحه، هيوصل ايه للابداع. وده اللي احنا عايزينه عشان نطور تعليم النهارده. احنا النهارده لازم نشجع الابداع والابتكار والانوفيشن. طيب دكتور عبيد، يعني اسمح لي، احنا على طول بنتكلم في الخطوات دي، وهذه الخطوات اللي زي ما حضرتك قلت وضعها علماء متخصصين بشكل كبير. طيب. بخطوات وبمنهجيه جميله جدا. طيب. وبنذكرها وبنقول هي دي السبيل للتطوير، لكن خليني لارض الواقع. انتوا في جامعه دمنهور مثلا على سبيل المثال، ايه الجديد اللي بتقدموه في التعامل مع الطلاب؟ ايه الجديد؟ يعني عايزه اتكلم عن واقعنا المصري والخطوات اللي حضراتكم بتقوموا بيها بشكل واقعي. جميل، رائع. انا يعني انا في التخصص بتاعي على ارض الواقع، اولا منذ توليت رئاسه الجامعه عملت اجتماع مجلس عمدة، وفي مجلس الجامعه عرضت الخطه التطويريه للجامعه ككل، وبدات اركز فيها على ان احنا نكسب الطالب مهاره وخبره. لازم الطالب ينزل في سوق العمل. وبدات كمان ادعي منظمات المجتمع المدني، انتوا عايزين في كل كليه حسب مين بيتعامل معاها بره في المجتمع، انت عايز ايه من الخريج بتاعنا. بدات اعمل اجتماعات، بدات اسجل الحاجات دي كلها، بدات نطرحها على الساده العمداء. احنا مطلوب من الخريج بتاعنا 1 2 3 4 عشان يقدر يشتغل في سوق العمل. يعني على سبيل المثال في الطب البيطري، احنا النهارده عندنا اول معمل لسلامه الغذاء والتغذيه معتمد على مستوى الجمهوريه والشرق الاوسط في كل الجامعات المصريه، المعمل الوحيد المعتمد. بدات الطلبه تدخل تشتغل بايديها. عندنا مثلا في مجال سلامه الغذاء بدات نودي الطلبه المصانع بتاعه اللحوم، بتاعه الالبان، بتاعه الجبن. بدات نودي الطلبه، يعني طالب يروح مثلا عندنا المجزر، بيروح المجزر قبل المحاضره بتاعته، محاضره الساعه 9:30، من الساعه 7 بيكون في المجزر ساعتين قبل المحاضره عشان يتدرب عامل بايده، لان احنا عايزين طالب مهاري مش عايز طالب حافظ. الطالب المهاري هو اللي هيبقى طالب مبدع، هو طالب اللي هيأدي بكفاءه، لان احنا عايزين بعد كده نقيم اداء الخريج ده شكله ايه. هل بيأدي في البيتر ولا في البيست ولا بيرفكت، يعني اهو بيأدي ولا حسن ولا ممتاز. انا عايز طالب يأدي اداء ممتاز. تمام. لان اعتمد عليه التطوير لكل الدوله في التنميه الشامله. طيب. فاحنا ده على سبيل المثال في كليه التجاره، الطالب دلوقتي بيروح البورصه، بيروح البنوك، وكان بيروح الاول، يعني اول ما جيت طلبت منهم يتعمل برامج تدريبيه على ارض الواقع للطلبه، جبت اللي هو البنك المركزي، مدير البنك المركزي، البورصه، بدات اودي الطلبه البورصه، بدات تروح البنوك المصريه، قلت لهم لا انا عايز كمان البنوك الخاصه. دخلوا الطلبه، اذا يعني بيتم نوع من التدريب العملي لكل طالب حسب دراسته حسب تخصصه. تمام. على ارض الواقع
عملنا حاجه اسمها يوم الابداع لجامعه دمنهور. خليت كل كليه تعمل يوم ابداع لها، تعمل ابداع ما بين الـ يعني السنه الدراسيه الواحده متقسمه المجموعات، ثم ما بين السنوات الدراسيه لكل كليه، ثم يوم الابداع لجامعه دمنهور كلهم. وقدرنا الحمد لله يعني في كليه بيطري جامعه دمنهور احنا كنا عندنا مشروع اسمه بانوراما الحيوان، لان دلوقتي بعمل تعليم اللي هو التعليم اللي هو مش المسموع، المرئي والملموس. كان الاول نقول له تخيل حركه المعده، تخيل حركه القلب شكلها ايه. دلوقتي عملنا اجهزه يخش يشوف حركه القلب شكلها ايه بالمونيتور. عندنا في جامعه دمنهور الامكانيات اللي نقدر من خلالها نوفر لطلبه وطالبات الكليات بشكل عام، زي ما حضرتك تفضلت وقلت لي يعني كده طلب الطب بيبقى عندهم النماذج العمليه اللي يقدروا ان هم يستفيدوا منها، تجاره ده هندسه. لا احنا لسه ما عندناش، احنا لسه بنبني هندسه، لسه هندسه. لكن عايز اقول لحضرتك احنا اشترينا في مشروع بنرمى الحيوان ده عشان الطالب يلمس الحاجه بايده، اشترينا اثنين نموذج فرسه وبقره. الواحده من دول اشتريناهم الواحده بمليون جنيه. قدرنا عن طريق يوم الابداع الطلبه بنفسهم اللي قدروا يعملوا النماذج ديت بنفسهم، النموذج ما تكلفش 400-500 جنيه ولا 1000 جنيه، لدرجه ان صاحب الشركه اللي موريني النماذج دي قال لي انت كده بالنص كده انت خربت بيتي. ليه دلوقتي؟ لان الطلبه اصبحوا هيبدعوا، ما عادش حد هيشتري من اللي انا اصبح هبيع لكل الجامعات المصريه وكل حد عايز يشتري. الطلبه بتوع اللي لان حولت الابداع الى كمان ايه مصدر دخل. وده اللي احنا عايزينه دلوقتي. ما هي معلش، ما احنا لازم نواجه ده، يعني موضوع ان في بتبقى مشاكل ممكن تؤدي الى عرقله التقدم في موضوع معين علشان مصلحه بعض او فئه صغيره، لا لازم ان احنا نتخطى الموضوع ده بشكل كبير. انا حولت دلوقتي الطالب من طالب بيحفظ، لا الطالب بيعمل حاجه بايديه تمام ويبدع فيها وتبقى مصدر دخله، وممكن تبقى البلد كمان ككل. انعكس ده يا دكتور على الشباب في جامعه دمنهور، يعني ايه الاختلاف اللي حصل بعد الخطوات اللي تمت على فكره؟ انا اقول لحضرتك كمان كم حاجه عملناها برضو في كليه اداب. اتعمل معرضين للابداع والابتكار، والحقيقه عملوا لوحات فنيه اكثر من رائعه. يعني على يعني اتعمل اسبوع واسبوع تاني، الحقيقه طلعوا حاجات ابداع. طبعا انعكس ده على الطالب ان بالنص كده قام مجموعه من كذا طالب قال دكتور عبيد احنا بنشكرك وبنشكر الساده العملاء انكم قدرتوا تخرجوا الطاقه السلبيه اللي عندنا، بدل ما كانت توجه في هدم البلد، ان احنا دلوقتي بقينا نحب البلد وبقينا نحب ننتج ونعمل حاجه مفيده لبلدنا ولنا. ده مهم جدا، وده يعني مهم جدا. كمان النظره المتفائله من الشباب خصوصا في المرحله دي بشكل كبير. طيب دكتور عبيد، المجتمع المحيط، يعني دايما بنقول لازم الجامعه كمان تساهم في حل مشكلات البيئه المحيطه بالنسبه للمجتمع. لو قلت جامعه دمنهور يبقى على طول هقول دمنهور استفادت ايه من الطلبه والطالبات؟ بص حضرتك احنا دلوقتي الحمد لله بنحمد ربنا عندنا قياده سياسيه واعيه رجعت لنا الدوله التنمويه. بدا بمشروع قناه السويس الجديده، وده طبعا ما يؤكد على كمان مشاركة الشعب المصري، وده الأهم. إن الشعب المصري يقدر في خلال أسبوع يجمع 68 مليار جنيه ويقدر يعمل قناته بنفسه، فده فكر رائع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق مشروع بنك المعرفة. إحنا تنفيذا لهذا المشروع إحنا عملنا في جامعة دمنهور حاجة اسمها سفارة المعرفة، ده بالتتابع عملنا بدخول تعاون مع مكتبة اسكندرية. عملنا سفارة المعرفة ده بيقدر الطالب الباحث او الطالب اللي هو في مرحله الليسانس او البكالوريوس او طلاب دراسه عليا ماجستير ودكتوراه او الباحث او الاستاذ عضو تدريس او حتى اعضاء المجتمع الخارجي محافظه البحيره، ان يدخل على المكتبه دي ويدخل على جميع المكتبات الدوليه على مستوى العالم وجميع المجلات الدوريه ويقدر يستفاد منها بدون مقابل، يعني مش هيدفع ولا قرش ساد ولا جنيه واحد، هيدخل ده متاحه. ودي بتعمل على رفع ثقافه المجتمع البحراوي. وانا قلت الجامعه اللي ما تخدمش مجتمعها فهي جامعه بلا جامعه. وعشان كده بقول ان جامعه دمنهور جامعه بلا اسوار. عملنا ايه كمان اكتر عشان نخدم الشعب البحراوي؟ احنا عملنا مشروع فيروس سي بالتعاون مع محافظه البحيره مع الدكتور محمد سلطان، وقدرنا نوصل بنسبه فيروس سي من 20% ل 4.4%، ودي هائله جدا جدا، وان شاء الله يكون مشروع. ده عن طريق ايه يا فندم؟ يعني هل عن طريق توعيه ولا عن طريق توعيه؟ حملات توعيه. والجميل بقى اللي قام بقى الطلبه، اعضاء تسمع الطلبه، وكان العبء الاكبر والمشاكل الاكبر من الطلبه، قسموا نفسهم مجموعات وبداوا ينزلوا الكرة والنجوع ويعملوا تحاليل. اولا عملوا توعيه، بعد كده عملنا تحليل، بعد كده باشتراك مع المحافظه ومع وكيل وزاره الصحه دكتور علاء عثمان ومع المحافظ دكتور محمد سلطان مع المحافظ، قدرنا نعالج ووصلنا بنسبه فيروس سي ل 4.4%، وده ان شاء الله يكون مشروع قومي لمصر كلها. الحاجه اللي بعد كده واهم كده برضه، عشان من لا يملك قوته
لا يملك قراره. احنا قدرنا عندنا في مزرعه الكليه عندنا مزرعه البستان مزرعه كل زراعه قدرنا نربي 3000 نوع قمح، وده رقم خيال. لما جه عندنا استاذ من جامعه نبراسكا استاذ مربي القمح على مستوى امريكا كلها قال ده حاجه رائعه وحاجه لم اكن اتخيل ان يكون عندنا جامعه لسه وليده زي جامعه ضمور اللي استقلت عن جامعه اسكندريه في 26/10/2010 تقدر تطلع هذا العدد الهائل والجينات المتميزه، لان احنا قدرنا نطلع او نربي او نستنتج نوع نستنبط نوع مقاوم للملوحه من القمح، وده ان شاء الله يكون فتح خير على مصر كلها، لان هنقدر نزرعه في ارض مالحه، نقدر كمان لو عندي ميه بحار او ميه مالحه اقدر اروي بيها ويكون، لان احنا عندنا مشكله في دي الصور اللي موجوده دي فندم من الاراضي اللي كانت موجوده يعني تبع الجامعه وتم زراعتها. ده مزرعه البستان اهوت حضرتك معايا عميد الكليه والباحثين وبنتفقد القمح زي ما انت شايف حضرتك. دي بتبقى طبعا زي مشروعات تخرج او حاجه بالنسبه للطلبه، مشروعات بحثيه يا فندم. دي طبعا احنا عشان عندنا الموارد قليله فبنحاول نبحث عن جهات تمويل سواء اجنبيه او داخليه في مصر. بناخد مشاريع لان عندنا موارد قليله، لان احنا انا منذ توليت رئيس جامعه كان عندي ثلاث عناصر جاي على الخطه بتاعتي. اولا عندي خبره عاليه جدا من جامعه ضمور، في جامعه من اعضاء تريس خبره متميزه جدا جدا، علماء وباحثين متميزين عندهم رغبه ان هم يطوروا جامعتهم او جامعتنا وينتجوا لشعب البحيره ويدوا له احتياجاته بل تفوق توقعاته كمان، ثم يكون حاجات قوميه لمصر كلها. فالحاجه الثالثه عناصر الخطه من جهه الخطه اللي هي الموارد، فانا عشان ازود موارد، الموارد عندي محدوده شويه في الجامعه، بدات ادور على جهات منحه سواء داخل مصر او خارج مصر. دي مشروع اجنبي بتمويل اجنبي، وفي برضو مشروعات في التربيه، دي مشروعات داخليه من مصر من اداره المشروعات وزاره التعليم العالي. قدرنا نطلع 3000 نوع قمح، وان شاء الله ده الانواع دي في منها انواع، طبعا في منها انواع مش هحكي لحضرتك، طبعا زودنا انتاج، يعني زودنا انتاج الفدان او الهكتار بما يعادل الضعف مرتين وثلاث مرات، وده مؤشر جميل جدا ممتاز جدا جدا، لان احنا بنشتغل في الجامعه مخرجاتنا بحاجه اسمها قياس مؤشرات الاداء. لازم يكون عندي اللي حاجه اسمها الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتور. انا ما بشتغلش وبس، انا ما بقديش وخلاص، لا انا بشتغل بمؤشرات اداء وبقيم الاداء دوت كمان، بقيم ادائي عشان اعرف ناجح ولا ماشي على طريق السلم ولا لا. لازم كده. الحمد لله احنا قدرنا نربي 3000 نوع قمح، اثنى عليهم دكتور ستيفن بنزايجر، وده يعتبر مربي القمح الوحيد على مستوى العالم، ده عالم امريكاني دعيته في اول ما توليت رئيس الجامعه، جبت عملت ندوه عشان لان انا عملت حاجه كده اسمها ثوره الابحاث الزراعيه عشان نقدم خدمه متميزه للمجتمع البحراوي. احنا محافظه كبيره جدا جدا، محافظه زراعيه بتمتد من الجيزه جنوبا الى الاسكندريه والبحر المتوسط شمالا، تمام، اكبر محافظه حفظ جمالية، بنطلع 16.5% من انتاج حيواني، 20% من الخضره والفاكهه، بنوصل لاكثر من 40% من انتاج الحبوب والقمح. فعشان كده حرصت ان يكون جامعه اسكندريه على السبق انها تقدر تساعد مصر في الحصول على او انتاج وافر من القمح بالذات، لان ده من الحاجات ده بيعتبر امن قومي. عشان كده احنا طلعنا السؤال اللي هي المقاومة الملوحة اللي احنا نقدر نزرعها في ارض مالحة او نزرعها على مياه البحر او البحار، ودي مهمة جدا جدا ان شاء الله تكون فتح خير على مصر كلها يا رب باذن الله. طيب دكتور عبيد، خلينا اقول ان احنا عندنا ابحاث، عندنا مشروعات كمان تانية بتكتب. لا بس خليني يعني اتكلم على جزئية القمح دي الاول، او جزئية المشروعات البحثية اللي تفيد المجتمع وتساهم في تنمية المجتمع. يعني هل هذه المشروعات تم التواصل من خلالها مع الاجهزة المعنية بحيث ان انا استفيد منها؟ احنا عندنا زراعة 1.5 مليون فدان، عندنا حصاد اول قمح اللي قام بيه السيد الرئيس. ايه اللي تم في الموضوع ده بحيث ان انا استفيد من هذه السلالات اللي حضرتك ذكرتها تنفعني في الزراعه، تنفعني في التصدير، تكون عامل من عوامل الاقتصاد الايجابيه؟ هي احنا الحقيقه انا من توليت رئاسه الجامعه وانا كان عندي مجموعه مشروعات، والحمد لله الساده عملاء الكليه لما طرحتها عليهم الكليه كلها اعضاء تسعه عندي في الجامعه وكل عاملين بالجامعه والطلبه حتى كمان، لان عندي مشاركه لازم في شفافيه ومشاركه في القرار. فالحقيقه كانوا فرحين جدا جدا ان احنا عملنا كذا مشروع، اللي هو مشروع غذاء امن للبحيره والمصر كلها ان شاء الله بعد كده، ثم مشروع البحيره خاليه من السرطان. احنا لسه عشان حضرتك لسه القمح ده لسه بنحصد حاليا دلوقتي، احنا في موسم الحصاد دلوقتي زي موسم الحصاد اللي احنا على فكره طب. احنا بننفذ توجيهات او المشاريع القوميه اللي بيعملها مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس انا عايزه يا دكتور يعني معلش انا عايزه استفيد منها كمجتمع حاليا دلوقتي في موسم الحصاد. احنا عايزين بس احنا عندنا المساحه المزرعه قليله، عايزين نزود المساحه دي عشان نقدر نطلع كميه كبيره ونقدر نتواصل مع الجهات المسؤوله من وزارات
ومنظمات مجتمع مدني بحيث نقدر فعلا نعمم ده ونقدر نزرع. لان دلوقتي انا انتجت كل المساحه اللي عندي اللي انا بشتغل فيها. انا عايز المساحه الصغيره دي. انا عندي مشروعات قوميه قائمه على الزراعه ومشروعات زراعه المليون ونص فدان، وانا بقول ان انا عايز عمله صعبه طبعًا. عايز اصدر للخارج هي. فانا لما يكون عندي مشروعات بحثيه اكيد حضرتكم المساحه هتبقى مش بالقدر الكافي ان انا ازرع ده. لكن انا ما بتكلمش على الزراعه، انا بتكلم على النواحي البحثية الاستفادة منها في المشروعات العملاقة اللي بتتم في الدولة دلوقتي، تطويع البحث العلمي لهذه المشروعات وازاي تكون الجامعة حلقة الوصل الحقيقية لهذه المشروعات. انا من خلال برنامجكم المتميز انا بعلن ان احنا قدرنا نطلع 3000 نوع قمح، منهم نوع مقاوم للملوحة، عندنا 1500 نوع من الشعير. احنا عندنا البذور بس عايزين بنحاول نعملها اكسار، لان الكمية اللي عندي ما تقدرش تزرع المليون ونص فدان. اكيد دلوقتي طبعا عايز مساحه اكبر، لكن ممكن نقدر نستفاد عندي بالخبرات المتميزه عندي في الجامعه. يعني مثلا عندي خبرات عاليه جدا في جامعه الدمرو، عندي كليه زراعه عشان اكد لحضرتك. احنا ممكن نستفاد بخبره الاساتذه ديت في كفكر تطوير وفكر ابتكاري ازاي انا استزرع المليون ونص فدان. انا عندي الكليه كلها كليه زراعه وكليه طب بيطري على اتم استعداد، هم قالوا كده بنص قبل ما اجي لو في اي ولو ببال بجهد بفكر احنا متطوعين ان احنا نخدم في مشروع الفرافره من اجل خدمه الشعب المصري ومن اجل تنفيذ رؤى وطموحات القياده السياسيه في عوده الدوله التنمويه، لان دي كلها مشروعات تنمويه لمصر. هو الحقيقه احنا كلنا بنسعى لدوت، يعني كلنا كمصريين. الحاجه الثانيه سعادتك احنا عايزين بس نزود المساحه عندنا. انا عندي 65 فدان اللي بعمل فيها كل البرامج التنمويه ديت، فانا عايز نزود المساحه شويه عشان نقدر نزود كميه البذور اللي هنتكها، لان كميه البذور اللي بنتكها لان متقسمه على كذا حاجه، عندي مكان للقمح، عندي مكان للشعير، فالبذور اللي هنتكها مش هتكون كافيه انها تزرع البنوس فدان. هو انا شايفه ان الجامعه مش مفروض ان هي تنتج بذور، هي تقول ازاي ننتج البذور. احنا خلاص انتجنا. لا يعني هي تقول تديني الوصفه زي ما بنقول كده، او الناحيه البحثيه اللي انا اخدها واطبق عليها، لان الجامعه مش منتجه. لا. لكن يكفي انها تقدم لي الابحاث العلميه لهذا الموضوع. انا عايز مساحه عشان اشتغل في كل الانواع، الحبوب والخضر والفاكهه، بحيث نقدر نسد العجز. طيب يعني دكتور، يعني سلامه الغذاء الحقيقه اصبحت دلوقتي من الاساسيات بالنسبه لينا، مش بس كنوع من ان التغذيه للنمو ولكن للصحه كمان ومقاومه الامراض في ظل انتشارها للاسف الشديد. واصبح في نوع من التخوف لدى المواطن المصري من اشياء كثيره جدا ممكن تحدث نتيجه تلوث الغذاء، تلوث البيئه هل نقدر نقول النهارده احنا كمان بنشوف ايه الجديد في الابحاث العلميه من قبل الكليات والجامعات المصريه ومنها جامعه دمنهور؟ ايه الجديد اللي بيتقدم، خصوصا ان في عند حضراتكم يعني في كليه طب بيطري حضرتك اسست وحده لسلامه الغذاء، ايه الدور اللي بتقوم بيه؟ احنا الحمد لله في جامعه دمنهور حصلنا على مشروع مليون ونص، وقدرنا ناسس معمل اسمه معمل سلامه الغذاء والتغذيه. المعمل دي من المعمل الوحيد على مستوى الجمهوريه والشرق الاوسط المعتمد دوليا في هذا المجال، معتمد من مجلس الوطن الاعتماد والايجاك، ومن لجنه اعتماد المعامل الدوليه اللي اسمها الايلاك الانترناشونال لاب اكريديشن كوميتي. ودي نتائج المعمل دي بتعترف بيها في امريكا وفي انجلترا وفي كندا وعلى جميع دول العالم، لان كلمه اعتماد يعني ان يعترف بشغلي او يعترف باللي انا بطلعه بالنتائج بتاعتي. وده حاجه جميله جدا جدا. النهارده انا عن طريق المعمل ده بقدر ادي الغذاء امن لكل الشعب لكل محافظه البحيره واجوار محافظه البحيره والمصدرين، لان وكمان حتى الغذاء المستورد من بره مصر انا عن طريق المعمل ده بقدر اتاكد منه انه خالي من مسببات الامراض. هنقول ليه الرسول عليه السلام قال المعده بيت الداء، وفي حديث ثاني قال حديث اخر قال ما ملا ابن ادم وعاء شر من جوف. الغرب خد الحديث ده واشتغل عليه، لان الغرب عندهم لغه الارقام. لما اشتغل على الغرب لقى من 70 ل 80% من الامراض بتتنقل عن طريق الاكل. طب فاضل 20 30% الباقيين بيتنقل عن طريق الجلد او المداخل الاخرى للجسم، سواء الانف او الجلد او فتحات المخرج او العين. في سنه 1988 مركز مكافحه الامراض الامريكي اسمه سنتر فور ديزيز كنترول اند بريفنشن اشتغل على الامراض دي وشاف قد ايه بتقرق الاقتصاد الامريكي. لقى سنه 1988 ان جمله ما يتكبده الاقتصاد الامريكي جمله ما يتكبده الاقتصاد الامريكي من 7.5 ل 35 بليون دولار سنوي. طبعا سعادتك بليون دولار يعني ده رقم يخض واحد قدامه 12 صفر، فتخيل رقم ده في السنه. طب ده نتيجه ايه؟ قال لك نتيجه الناس اللي بتمرض دي ما تقدرش تعمل، فبتنقطع العمل ما تقدرش تشتغل. طب هو عايز يكشف،
عايز علاج. طب في ناس بتاخد كشف وعلاج وتروح تقعد يومين في البيت وتصحى، في ناس تانية ما بتقدرش تروح، بتبقى مرض شديد فمحتاج تنويم في المستشفى، محتاج سرير، محتاج تمريض. فحسبوا التكلفه دي لقوها كده. طب احنا بقى كدول ناميه بما فيهم مصر، سنه 1989 اشتغل على الدول الناميه بما فيهم مصر، الجمله ما تكبده الاقتصاد الدول الناميه بما فيهم مصر كام؟ من 5 ل6 أضعاف ما يتكبده الاقتصاد الامريكي. طب في 2014 لقوه 145 بليون دولار، 2015 145 بليون دولار. ده نتيجه ايه؟ الامراض بتنتقل عن طريق الغذاء. عشان كده كان لنا دور يعني وفكر سابق للزمن ان احنا يكون عندنا معمل لسلامه الغذاء والتغذيه، وده مهمته تقديم غذاء خالي من مسببات الامراض، سواء كانت مخاطر بيولوجيه زي البكتيريا كلها بانواعها، زي وسمومها، زي الفيروسات كلها بانواعها، زي الطفيليات او الديدان بانواعها، زي الفطريات بانواعها وسمومها. ودي طبعا بتقرق اي اقتصاد او اي صحه مواطن بطريقه رهيبه، والدوله كمان. كمان المخاطر الكيميائيه، منها المبيدات الحشريه، بقايا المبيدات الحشريه، بقايا الادويه اللي بتستخدم في علاج الحيوان، بقايا مضادات الاعشاب، بقايا مضادات القواقع، بقايا مضادات الفطريات، كل دي بتروح بقى في منها بعض المواد لها اثر تراكمي وله اثر سرطاني. يعني هقول لحضرتك على سبيل المثال، المواد اللي بتضاف في تصنيع اللحوم زي ماده زي اللانشو اللون الاحمر في اللانشو ده، ماده او الهوت دوج او فرانكفورتر او السوسيج او البسترما، بيتضاف لها ماده اسمها نتريت الصوديوم. نتريت الصوديوم ده بتضاف عشان حفظ، هي ماده حافظه، لكن ساعات بتضاف بكميه زياده عن اللازم. لو ضافت بمعدل زياده عن اللازم، الماده دي من اقوى المواد المسرطنه. انا لما بقدر احلل واعرف الحد نسبتها قد ايه، هل فيها في خطاك الحد المسموح به؟ لو مش في خطاك الحد المسموح بقول لا ما تطلعش، لان لو طلعت تعمل ايه؟ سرطان. احنا بنقول نعمل معهد اورام وعد سرطان، لا انا هقول لك امنع، الوقايه خير من العلاج. احنا عايزين نقفل الحنفيه، مش نقعد نشف الميه اللي تحت الحنفيه، مش هنقدر نشفها، لا احنا هنمنع من البدايه. زي ما قلت هنوفر مليارات على الدوله المصريه او الاقتصاد القومي المصري وصحه المواطن كمان. فاحنا بنعمل ده بنقدر نقفل الحنفيه بتاعه الامراض كلها، اذا كانت امراض بيولوجيه، بكتيريا، فيروسات، طفيليات. طب ايه الدور اللي قام بيه هذا المعمل في الفتره السابقه، ونقدر نقول ان ده بالفعل من خلال المساهمة دي قدر يحقق الهدف من إنشاؤه؟ هايل. احنا قدرنا اولا رقم واحد ان ادرب الطلبة بتوع مرحلة البكالوريوس تدريب هايل جدا على ازاي يفحص اكل، وازاي ودي اكسبته مهارة وخبرة ازاي يفحص اكل وطبقا للمواصفات العالمية القياسية، لان المعمل ده بيشتغل لمواصفة طبقا للمواصفة الدولية اسمها 17025، دي الايزو 17025 ده لاعتماد المعامل. ثانيا قدرت اعرفه لازم يشتغل بكل تجربة بستاندر بمواصفة عالمية دولية. يبقى كده انا اولا اكسبت الطالب عندي، طالع طالب متميز يقدر ينافس على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وده اللي انا عايزه عشان اقدر اوفر فرصه عمل للطالب بتاعي او الخريج، ثم يقدر يطلع بره ويطلع يجيب لي، يقدر يجيب لي عمله صعبه لمصر. يبقى ده الطالب مرحله البكالوريوس. الطالب بعد كده مرحله دراسه عليا ماجستير او دكتوراه يقدر يلاقي معمل متميز يقدر يطلع نتائج نقدر نتخذ عليها قرار. يعني ايه نتخذ عليها قرار؟ انا بفحص كل الاكل اللي موجود في محافظه البحيره، بناء عليه بقول في عدوى بالسلمونيلا كتير، يبقى لازم احط هنا خطه بسرعه بناء على التقارير اللي طالعه من المعمل عشان نقدر نقاوم المرض ما ينتشرش في البلد. ده مرحله البكالوريوس. الابحاث العلميه، الابحاث العلميه اقدر اعمل بحث متميز، اقدر ابني عليه قرار، اقدر ننشره دولي، وبالتالي احنا عايزين ترتيب مصر، لان احنا عايزين في المستقبل تكون مصر من ضمن يكون عندها على الاقل 20 جامعه من ضمن ال 500 جامعه الدوليين اللي هم اعلى ترتيب. احنا عندنا برتب الجامعات طبعا مقاييس كتير بس مش هقولها عشان وقت البرنامج. انا عايز يكون ترتيبنا طالما عندي معامل معتمد زي المعمل كليه طب جامعه مصر للتغذيه والتغذيه، قدرت يبقى عندي نشأة دولي عالي جدا جدا، لان بشتغل طبقا لمواصفات عالميه. يعني مركز الجامعه ده بيكون نتيجه التقييم للمعامل لجوده التعليم. يعني احنا شايفين صوره، اعتقد دي صوره المعمل يا دكتور. دي صوره المعمل اللي قمتم بانشائه في الغذاء والتغذيه كليه طب جامعه مصر. يعني تقييم الجامعه ده بيبقى وفقا لمواصفات معينه بيتم وضعها دوليا. الحاجه اللي بعد كده من الفوائد اللي رجعت عملها المعمل برضو، ان الناس المصدرين عشان يصدر لازم يجي ياخد نفحصه الحاجه بتاعته ونديله شهاده معتمده يعترف بها العالم، لان الشهاده عندي من المعمل معتبره دوليا. فاذا هي بتسهل عمليه التصدير، وبالتالي بتجيب له عمله صعبه من بره. لو غذاء جاي من بره مشكوك فيه بيتفحص عنده واتاكد انه امن ولا مش امن، بدل ما اطلع غذاء ويعمل لي مشاكل صحيه وامراض، لا بيطلع غذاء امن. قدره الكليات اللي هي لها علاقه زي كليه صيدله، كليه علوم،
انا جات لي كليات على فكره من جامعات اللي مجاوره كلها اشتغلت عندي في المعمل بحث تمام ومشاريع تخرج الطلبه والطلاب الماجستير والدكتوراه ومشاريع بحثيه. احنا عندنا الحمد لله مشروع دلوقتي بيجرى حضرتك نقل جينات جواه والتاكد من سلامه الغذاء. تمام. لان انا بنقل جين اللي هي الاغذيه المهندسه وراثيا لو اشتغلتها لازم اتاكد من سلامتها. مين اللي بتاكد لي سلامه الاغذيه ديت؟ هو معمل سلامه الغذاء والتغذيه المعتمده وكنت بتجمع ضمانات. يعني الحقيقه ده شيء جيد جدا، بنتمنى ان جامعاتنا المصريه كلها يكون فيها فكر مختلف في اداره العمليه التعليميه والبحث العلمي بشكل خاص جدا، لان احنا بنعول الكثير جدا على البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع باذن الله. احنا بنشكر. احنا دلوقتي كمان في عضيف حاجه بس في حاجه اسمها تدويل التعليم. وده الحمد لله حرصت عليه. انا عندي مجموعه من الاتفاقيات مع امريكا ومع روسيا ومع اليابان ومع عدد دول متقدمه جدا جدا. انا بس امبارح كان عندي وفد من امريكا طبعا خدت ورحت مع احد المزارع عندنا في محافظه البحيره مركز محمص مزرعه الحاجه العيسى عشان يشوف ايه شكل دخل مصنع العلف، دخل المكان بتاع التربيجيتولوجيه الصغيره، دخل وشاف الابقار العشار العجلات قبل العشر، دخل المحلب عشان يشوف ايه الحاجات اللي نقدر نطورها ونستفيد من الخبرات الخارجيه. كمان عملنا ندوه اسمها تاثير تغير المناخ على انتاج الثروه الحيوانيه، وده كنت محتاجه هنا في مصر عندي عشان نشوف ايه التاثيرات عشان نقدر نزود الانتاج عندي في مصر. الحقيقه كنا عندهم برضو وده اتفاقيات فيها بنسفر اعضاء التدريس والطلاب عشان نرفع من الخبرات، وده اللي احنا محتاجينه دلوقتي من ضمن تطوير التعليم العالي اللي هو بنقول عليه تدويل التعليم. تمام. ان يبقاش في حواجز، يبقى في تبادل في المهارات والمعارف. لا هو احنا في عصر ما ينفعش يبقى في حواجز دلوقتي خالص طبعاً. يعني وبنتمنى بالفعل ان الطالب والطالبه في المرحله الجامعيه تكون حاله من البدايه، مش ان هو لسه هينتظر بعد كده ان هو يلتحق بسوق العمل او يشوف الامكانيات المطلوبه ايه. لا بالعكس، من خلال فتره الجامعه يتم تاهيله من الناحيه العلميه ومن الناحيه المهنيه للمجتمع بشكل عام. عندنا كمان زي نفس المعمل ده عندنا معمل انت واضح ان انتوا عندكم حاجات كتير قوي يا دكتور. كمان عندنا الحقيقه نزل لتميز كليه زراعه جامعه دمنهور، قدرنا ناخد مشروعين لخدمه المجتمع، خدنا تجميل وزاد حشائش في مطار نزهه ومطار برج العرب، رغم ان احنا جامعه دمنهور ورغم ان هناك في كليتين زراعه جامعه اسكندريه وكليتين زراعه جامعه اسكندريه، لكن نظرا للتفوق في الخبرات عندي في عضلات التدريس قدرنا ناخد المشروعين دول. ده شيء يعني يسعدنا ان احنا نجد كل الجامعات المصريه، مش بس جامعه القاهره ولا جامعه عين شمس ولا جامعه اسكندريه، لا كل الجامعات المصريه يجب ان تكون على مستوى جيد جدا وامتياز كمان في كل الامكانيات المتاحه ليها. بالنسبه لحضرتك احنا اطلقنا مشروع البحيره خاليه من السرطان، كمان احنا اطلقنا مشروع غذاء امن، قدرنا نعمل قوافل لاول مره تجرى على مستوى الجمهوريه. احنا بنعمل قوافل بشريه وقوافل بيطريه، احنا كده لازم نروح البحيره يا دكتور عشان نشوف كل ده على ارض الواقع. اول مره نعمل قوافل زراعيه، قوافل زراعيه دي عشان ايه؟ تمنع استخدام المبيدات في مقاومه تلفات زراعيه بحيث نقدم غذاء امن، ودي الاول مره بصدق الجامعات المصريه تجرى هذه القوافل. وان شاء الله يعني طالما ليها الصدى الايجابي من خلال جامعه دمنهور يتم تعميمها على مستوى الجامعات المصريه ونقدر نستفيد بيها، لان الحقيقه كل اللي يهمني من ده كله ان يبقى فيه الاستفاده وحلقه الوصل ما بين البحث العلمي والجامعات المصريه وما بين المجتمع، ما يبقاش مجرد ان انا عندي ابحاث بتقول وبتدي نصايح لكن للاسف لا تطبق. وهي دي مشكلتنا الحقيقه من سنوات طويله جدا، الفجوه ما بين التطبيق العملي وما بين الناحيه البحثيه اللي مطلوب النهارده الاستفاده منها بشكل كبير جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور، بشكركم على تواصلكم مع جامعه دمنهور، بشكركم على دعمكم لكل شعب المصري. البرامج دي برامج هادفه، برامج ناجحه، اتمنى ان كل الاعلاميين يحظوا هذا الحظ بحيث ان احنا نقدر فعلا ننهض باقتصاد مصر الحبيبه وتكون دايما في مصفها وفي مصف الدول وفي مكانتها التاريخيه المتميزه، لان مصر ذكرها الله في القران 5 مرات وفي انجيل 60 مرة، فلازم نتضافر كل الجهود. فانا بشكركم على الجهد المتميز انكم فعلا تقفوا بجانب مصر، لان مصر محتاجه كلنا مدينا ايديها دلوقتي ونقف جنبها. دي مسؤوليتنا كلنا، كل واحد في مكانه، كل واحد بيأدي الدور اللي عليه طبقا للمكان اللي موجود فيه. حضراتكم في الجامعات، احنا في الاعلام، كل واحد لو قدر ان هو يشتغل بجد وبضميره وبحب لبلده اكيد الوضع هيختلف، وان شاء الله نقدر ان احنا يعني نسارع في هذا التغيير. بنشكر حضرتك. احنا كمان على فكره اضيف حاجه، انا عندي حاجات كده سريعا، ده انتوا عندكم كتير. هو للاسف بس وقت خلص، لان الوقت احنا دلوقتي عشان المياه احنا دلوقتي بنعمل تعاون مع دول حوض النيل، ويمكن قريب خالص عملنا مشروع اللغه العربيه وبنمتد بيها في دول حوض النيل بكليه اداب جامعه دمنهور، بدانا ننفذ هذا الفكر
من شهر بالظبط شغالين في المشروع وجايب نتائج حلوه جدا. ان شاء الله يكون لي نتائج وبعدين مشاريع تانيه كتيره جدا جدا. لا هنكمل بقى بعدين ان شاء الله كده، وان شاء الله نكون متواجدين مع حضراتكم وبكاميراتنا وعلى ارض الواقع نقدر نشوف النتائج الايجابيه، لان اكيد لما بننقل الصوره الوضع بيختلف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اهلا بيكم في اي وقت. استاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور، نورتني يا فندم. شكرا فندم. مزيد شكرا. من شكرا الخدمات وال يعني الاشياء الجميله اللي بتقدم للطلبه والطالبات في كل الجامعات باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا على القائمين على البرنامج جميعا. شكرا لحضرتك. ناخد فاصل وبعد الفاصل ارجع لحضراتكم مره ثانيه وباقي فقراتنا في مصر جميله.